طيب، بما اننا يعني بنتكلم على الاخبار فلسه مستمرين مع حضراتكم في رصد مجموعه من الاخبار التي ستحدث النهارده بمشيئه المولى عز وجل، اللي يمكن من اهمها انطلاق الحمله القوميه للتطعيم ضد شلل الاطفال في كل انحاء المحافظات، واللي هتستمر لحد يوم 14 ديسمبر. النهارده كمان هيتم اعلان الاشتراطات العامه للمحلات وفقا للقانون الجديد، واخبار تانيه هنعرفها في سياق هذا التقرير. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، هتنطلق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، وده خلال الفترة من 11 لحد 14 ديسمبر. الحملة بتستهدف تطعيم الأطفال من عمر يوم لخمس سنوات بالمجان، وده للمصريين وغير المصريين للحفاظ على مصر خالية من المرض. النهاردة هيتم إعلان الاشتراطات العامة والخاصة المنصوص عليها في قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية بمحافظات الجمهورية، وده في إطار سعي الدولة لإرساء مناخ جاذب للاستثمار من خلال تقديم الخدمات اللازمة لكافة الأنشطة التجارية وتحقيق طفرة إيجابية في المعدلات الاقتصادية في مصر. النهارده هيزور الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة روي فيتوريا نادي MP، وده في إطار التنسيق بين الأندية وجهاز منتخب مصر. وفي الوقت نفسه بيترقب البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني إعلان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم مواعيد الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس الأمم المقرر إقامتها في كوت ديفوار 2024.